ما هي أرخص العملات في العالم لسنة 2020؟ إن سألت الناس من حولك عن أكثر العملات قوة واستقرارا في العالم، فستجد الغالبية يعرفون معظمها، مثل الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي واليورو وغيرها من العملات الأخرى التي هي من أكثر العملات استقرارا حالها كحال دولها. لكن إن سألت نفس الأشخاص عن العملات الأقل قيمة، فهل سيهتدون لجواب سؤالك هذا؟ في قائمتنا هذه سنطلعكم على أقل 10 عملات قيمة في العالم، قد يكون ترتيبها غير دقيق تماما، كون اقتصاد الدول التي تطبع تلك العملات يعاني من تخبطات كبيرة وأزمات معقدة. دعونا إذا نلقي نظرة على تلك العملات وقيمتها بالنسبة للدولار الأمريكي، وذلك لتاريخ 19 من ماي من سنة 2020. أولا البوليفار الفنزويلي، رمز العملة الحالية VES والرمز القديم VEF. الدولار الواحد يساوي حاليا 182,932 بوليفار. تعتبر اليوم العملة الفنزويلية البوليفار السيادي العملة الأقل قيمة في العالم، وتعاني العملة الفنزويلية من مستويات تضخم قياسية زادت من حدتها أزمة كورونا الحالية، مما أدى لانخفاض غير مسبوق في قيمة البوليفار السيادي في مطلع هذا العام، وتعتبر العملة الفنزويلية العملة الأكثر تضخما في العالم. حل البوليفار السيادي محل البوليفار القوي في 20 من أوت من سنة 2018 ضمن الإجراءات التي اتبعتها الدولة هناك لإصلاح وضع الاقتصاد الذي يزداد سوءا. فقبل إصدار العملة الجديدة كان كل دولار أمريكي يساوي حوالي 248,487 بوليفار قوي، وقد ألغت الحكومة 5 أصفار من العملة القديمة وربطت عملتها الجديدة بالعملة الافتراضية غير الموثوق بها تماما البترو، في محاولة منها للالتفاف على العقوبات الأمريكية، لكن هذا لم ينجح إلى الآن في خلق انضباط مالي وكبح جموح التضخم المفرط الذي يعصف بعملة البلاد. ثانيا الريال الإيراني، رمز العملة ERR. كل دولار أمريكي يساوي 177,500 ريال إيراني، وذلك حسب السوق السوداء وحسب التسعيرة الرسمية، فإن كل دولار أمريكي يساوي 41,924 ريال إيراني. الانخفاض في قيمة الريال الإيراني تأثر بدءا بتداعيات الثورة الإسلامية التي نشبت سنة 1979، فالكثير من رؤوس الأموال غادرت البلاد بسبب عدم استقرارها حينها. بعدها أتت الحرب العراقية الإيرانية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد بسبب برنامجها النووي، وقد منعت الحكومة هناك مواطنيها من التعامل بالعملات الأجنبية، مما تسبب في انخفاض كبير لقيمة الريال الإيراني في السوق السوداء، وكل ما سبق كانت له تداعياته السلبية على قيمة العملة، مما أدى لانخفاضها بنسبة 400%. كان للاتفاق النووي التي وقعته الحكومة الإيرانية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا وألمانيا لتخفيف العقوبات على البلاد أثر إيجابي على استقرار قيمة العملة المحلية، لكن في سنة 2018 ادعت الولايات المتحدة استمرار إيران في برنامجها النووي، مما أدى لفرض حزمة جديدة من العقوبات هي الأشد ضد إيران. وقد تسببت تلك الحزمة الجديدة من العقوبات في تقليص وصولها للأسواق العالمية، وشملت العقوبات صناعات مختلفة كالبتروكيماويات والمعادن، ولم تعد إيران قادرة على تصدير نفطها الذي يشكل حوالي 70% من الدخل المحلي للبلاد، وكل هذا تسبب في خلق عجز حاد في الميزانية الوطنية. وفي الشهر الخامس من هذا العام دفع التضخم المفرط الذي تسبب بتراجع حاد في قيمة العملة وصل لنسبة 600%. حكومة البلاد لتغيير العملة الوطنية من الريال للتومان الذي يساوي 10,000 ريال، أي حذف 4 أصفار من العملة القديمة. ثالثا الدونغ الفيتنامي، رمز العملة VND. الدولار الأمريكي الواحد يساوي 23,260 دونغ فيتنامي. غير أن الحكومة الفيتنامية تحقق نجاحات ملحوظة في ظل سياساتها للتحول من الاقتصاد المركزي لاقتصاد السوق. الروبيه الإندونيسية، رمز العملة إيديار. الدولار الأمريكي الواحد يساوي 14,786 روبيه.
بسبب انخفاض قيمة الروبيه، تم وبموجب مرسوم رئاسي في 5 من سبتمبر سنة 2016 إصدار فئات جديدة منه تضمنت حتى فئة 100 ألف روبيه. ورغم استقرار الاقتصاد الإندونيسي، إلا أن كل الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لتحسين قيمة العملة الوطنية فشلت في أن تأتي بثمارها. خامس أضعف عملة في العالم هي السوم الأوزباكستاني، رمز العملة UZS. كل دولار أمريكي يساوي 10,134 سوم أوزباكستاني. العملة الأوزبكية بشكلها الحالي تبدأ تداولها بالشهر السابع من سنة 1994، والتي جاءت بدل الكوبونات التي كانت متداولة في السوق المحلية، حيث يساوي السوم الحالي 1000 وحدة من تلك الكوبونات. وفي 5 من سبتمبر من سنة 2017 أدى إعلان الحكومة هناك بتحرير سعر صرف الصوم لتراجعه لحوالي 8,100 صوم مقابل الدولار الواحد. سادسا، الليون السيراليوني، رمز العملة SLL. كل دولار أمريكي يساوي 9,779 ليون سيراليوني. سيراليون تعتبر دولة إفريقية فقيرة عانت من عدة أزمات تسببت في انهيار عملتها المحلية، منها الحرب الأهلية التي دارت رحاها هناك، وعودة انتشار فيروس إيبولا القاتل الذي أنهك البلاد في سنين مضت. سابعا، الفرنك الغيني، رمز العملة GNF. كل دولار أمريكي يساوي 9,414 فرنك غيني. أدى كل من ارتفاع معدل التضخم وتزايد نسب الفقر في البلاد وانتشار العصابات المسلحة لانخفاض قيمة العملة هناك لمستويات قياسية مقارنة بمحيطها الإفريقي، وخصوصا أن غينيا تنعم بثروات طبيعية هائلة كالذهب والألماس والألمنيوم. ثامنا، الكيب اللاوسي، رمز العملة LAK. كل دولار أمريكي يساوي 9,001 كيب لاوسي. هذه العملة الوحيدة في قائمتنا هذه هي التي لم تنخفض قيمتها، بل كانت قيمتها منخفضة مقارنة بالدولار منذ إصدارها سنة 1952، وعلى العكس إن قيمتها ستستمر بالتحسن أمام الدولار. تاسع أضعف عملة في العالم هي غواراني الباراغواي، رمز العملة PYG. كل دولار أمريكي يساوي 6,583 غواراني. تعتبر الباراغواي ثاني أكثر دولة فقرا في أمريكا الجنوبية. تعاني الدولة هناك من عدة أزمات تسببت في التدهور الحالي لاقتصادها، كالتضخم والفساد وتدني مستوى التعليم وارتفاع نسب الفقر والبطالة في البلاد. عاشر أضعف عملة في العالم هي الريال الكمبودي، رمز العملة KHR. كل دولار أمريكي يساوي 4,103 ريال كمبودي. يعتبر الريال الكمبودي العملة المحلية لتلك الدولة ذات النظام الملكي الدستوري، وصدر سنة 1995 ليحل محل القرش الهندي الصيني. ومنذ إصدار تلك العملة كانت قيمتها منخفضة ولم تحظى بشعبية بين السكان المحليين الذين فضلوا استخدام العملات الأجنبية. إلى الآن يفضل الكمبوديون استخدام الدولار الأمريكي، ما تسبب في استمرار انخفاض قيمة الريال الكمبودي بشكل أكبر.